هذا سائل يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث عمار بن ياسر الذي قال فيه قول الشرك؟ ما بينهم تعارض، لأن حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا حديث، هذا قصة عمار بن ياسر. لكن الحديث الذي معنا فيه أنه أمر بالذبح لغير الله فذبح لغير الله، استجاب لهم ولا صبر على الإكراه. الذي صبر على الإكراه حتى قتل دخل الجنة. نعم.